وهذا معناه أن كثيرا من الناس جعلهم الله جل وعلا سادة، ومعنى سادة أن لهم فضل يتبعهم الناس. ولو قلبت بصرك في من حولك ممن يعيش على الأرض اليوم لرأيت فئاما عدة جعلهم الله جل وعلا رؤوسا يتبعون، وهم هؤلاء درجات ومنازل متفرقة، كما قال العلي الكبير: إن سعيكم لشتى. فأسوأهم من كان قدوته فرعون، قال الله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأعظمهم من كان لا يخرج من بيته لا يبتغي شيئا في قوله وفعله إلا أن يعظم الله. وما يعني يورث الإنسان في قلبه شيء أجل من تعظيم الله. فمن كان يمسي ويصبح ورغبته أن يعظم الله بسببه، هذا في أعلى المقامات. هذا في أعلى المقامات. وأدنى المقامات من عياذا بالله يغدو ويسعى جرأة على الله، كما صنع فرعون هنا، وسيأتي في اللقاء الذي بعد هذا بيان ذلك تفصيلا. لكن هذه أفضال يمن الله بها على من يشاء من عباده. فمن الناس من ربما إذا دخل مسجدا أو مصليا فوجد فيه شخصا قد يكون فقيرا رث الحال، غريبا من طبعه أو من عمله أنه مهان، لكنه عندما يراه يصلي، يسجد، يذكر الله، يقرأ القرآن، يجد هذا الرائي في قلبه محبة لهذا المرئي وإجلالا له وتعظيما، حتى إن هذا الذي المرئي ليعجب لما يعظمه هذا. وهذا لا يريد شخصه، إنما يريد أن يعظمه إجلالا لله. فتعظيم الله هو الحياة الحقة للقلوب. والله يعظم في أمره فيؤتى، ويعظم في نهيه فيجتنب، ويعظم في أسمائه وصفاته فيتعبد بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعظم في رسله فيحبون ويناصرون ويوالون، ويعظم في أوليائه وعباده فيحبون ويقبل منهم العمل ويغض عن العثرات تعظيما لله الذي هداهم واجتباهم واصطفاهم، إلى غير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم.